الشماس مريحني. ميري كريسمس لكل المشاهدين، وإن شاء الله بنعاد عليكم بالصحة والعافية. طقس المستقر اللي عم نشهده متوعين يكمل معنا حتى نهار السبت، حيث متوعين الطقس يتحول لمتقلب ابتداء مثل ما قلت بنهار السبت. الليل الحرارة ببيروت عم تسجل 12 درجة، 4 درجات تحت الصفر بالأرز، 9 درجات بطرابلس، 7 درجات بعلبك، 2 بزحلة، 11 درجة بسور. بكرة الطقس عم بيكون قليل الغيوم، بكرة الحرارة ببيروت 23 درجة، 8 درجات بالأرز، طرابلس 21، 17 زحلة، وصور 22 درجة. رياح لبكرة عم تكون شمالية شرقية، حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة المية 21 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تراوح بين 45% و65%. إذا طقس الويكند على شكل التالي، بكرة الجمعة 23 درجة، طقس عم بيكون قليل الغيوم، لنهار السبت 21 درجة، طقس عم بيكون غائم جزئيا، بعد الظهر بتحول إلى طقس متقلب، رح نبلش نشهد أمطار متفرقة نهار السبت والأحد 20 درجة، أما نهار الاثنين الحرارة بتستقر على 20 درجة والطقس عم بيكون غائم جزئيا. هذا كان كل شيء بنشرتنا، ودل عندك ماريو وديما.